أهلا بكم من جديد مشاهدينا. لمزيد من التفاصيل حول الملف الإيراني ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في الشأن الإيراني محمد المذحجي عبر الهاتف من لندن. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. وفقا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فإن العقوبات الأمريكية ضد طهران ستكون تداعياتها كبيرة. كيف تقرأ مثل هذا التصريح؟ هذا التصريح من جانب يظهر أنه هناك خلاف في الرؤى داخل النظام الإيراني لتحديد كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية، فضلا على صحة كلام الوزير والذي أكده نائب رئيس البرلمان الإيراني الذي قال أن هذه المرة النظام الإيراني لا يستطيع التقلب أو التغلب على هذه العقوبات كما حصل خلال الفترات الماضية، بمعنى أن النظام الإيراني يعلم جيدا أن الولايات المتحدة على خلاف المرات السابقة هذه المرة جادة في تطبيق هذه العقوبات دون أن تعتمد سياسة العصا والجزر التي كانت تعتمدها سابقا، وأوروبا كانت تلعب دور الجزر والعصا كانت بيد الولايات المتحدة. بالحديث عن الولايات المتحدة، بالحديث عن واشنطن، كان هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن تردي الاقتصاد الإيراني سببه سياسات النظام الحاكم. إلى أي مدى تظن أن تصريح بومبيو يعكس الخطة الأمريكية لربما تحفيز أو تشجيع الشعب الإيراني للثورة ضد النظام؟ يعني الآن القراءة حتى لدى موالو النظام أو موالي النظام هي أنه سياسات النظام الإيراني هي التي أدت إلى هذه الحالة. على سبيل المثال، النظام الإيراني أنفق خلال السنوات السبعة الماضية ما لا يقل عن 80 مليار دولار في الساحة السورية فقط، وهذا فضلا على التداعيات السلبية للسياسات الإيرانية التوسعية في المنطقة التي أدت إلى فرض عقوبات إقليمية ودولية وتوتر العلاقات مع الجيران والمحيط بشكل عام. ففي الواقع بومبيو الآن يشير إلى أن الباب لا يزال معرضا للنظام الإيراني إذا أراد أن يعود إلى نضجه ويكف عن تدخلاته في الإقليم. وطبعا هذا يؤيد ويؤكد للشعب وحتى للنخب، جهة من أو بعض النخب الحاكمة، بأن هناك رغبة غربية خاصة أمريكية في تغيير سلوك النظام الإيراني. وهذه النخب الحاكمة تتمثل بروحاني وظريف الذين يجابههم الحرس الثوري ومكتب المرشد الذين يريدون التوجه باتجاه الصين ومواصلة سياستهم التوسعية، ما تسمين إيران دعم محور المقاومة، المحور الذي تريد أن تنشئه وتعرضه على طاولة مفاوضاتها مع الصين. هذا المحور المزعوم، المقاومة المزعومة، هو ليس إلا محور اقتصادي جيوستراتيجي يضمن مصالح إيران وحلفائها في المنطقة بالتعامل مع الصين وأوروبا وإسرائيل. أقصد التعاون الاقتصادي في الإقليم. ما هي السبل التي تتبعها الإدارة الأمريكية بخصوص تعزيز حراك الشارع الإيراني وهذا الحراك الشعبي المستمر في طهران منذ أشهر؟ الولايات المتحدة منذ فترة أوعدت بأنها ستوفر الإنترنت خارج رقابة النظام الإيراني، وإن حصل ذلك كما فعلته الولايات المتحدة في بعض الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية منها في غابات أمازون، يتم توفير الإنترنت من خلال تقنيات خاصة تمتلكها الولايات المتحدة. إن حصل ذلك لا شك في أن ذلك سيؤدي إلى يعني المزيد من الاحتجاجات والمظاهرات ضد النظام الايراني، لانه النظام الايراني استطاع السيطره على هذه الاحتجاجات من خلال تقطيع اوصالها وقطع الارتباط والتواصل ما بين قاده الحراك والشعب. وكل مره ايران ما تحصل هناك احتجاجات ومظاهرات في المدن والمحافظات الايرانيه تقطع الانترنت بشكل كامل وتبث تشويش على القنوات التي تبث من خارج ايران، منها قناه
بي بي سي الفارسية أو قناة صوت أمريكا الفارسية التي تبث أخبار لا تعجب النظام الإيراني وتغطي الأحداث في إيران كما هي، أو خلينا نقول يعني جزء من الحقيقة. فما يزعج النظام الإيراني الآن هو أنه الولايات المتحدة فضلا عن الجانب الاقتصادي تعمل على تعطير أداء المعارضة الإيرانية، ويعني جعل وصل بينهم وصل أقصد التواصل وأيضا التنسيق. نعم، بالحديث عن الحراك الشعبي، اعتبر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أن الاستياء الشعبي وصل إلى مراحل خطيرة. ما مدى صحة ذلك إذا ربما قارنا بين تصريحات الأمريكية الأخيرة أيضا؟ يعني محمد خاتمي والتيار الإصلاحي هو يحاول أن يستغل هذه الحالة حتى يعود ويعيد نفسه كبديل للمتشددين في المشهد وتأطير أداء النظام الإيراني وتجميل النظام الإيراني، هذا ما يقصده محمد خاتمي. أما عن يعني صحة كلامه، نعم كلامه صحيح، وجميع المؤشرات والإحصائيات الحكومية الإيرانية تؤكد ذلك، لأن الأداء الاقتصادي السيء للنظام الإيراني بشكل عام وليس الحكومة أدى إلى يعني دفع أو يعني نح شريعة واسعة من المجتمع بالطبقة الفقيرة، بحيث وزير المدن بناء المدن والطرق الإيراني قبل فترة قال أن نسبة الفقراء في إيران تتجاوز 60% الذين الحكومة تعتبرهم فقراء، وهي النسبة أكثر من ذلك. هذا ما يعترف به النظام الإيراني بأنه الفقر وصل إلى نسبة 60%. مع اقتراب دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ وأنباء عن دخول أو التحاق الدنمارك على خط هذه العقوبات، ما هي توقعاتكم لوضع كل من النظام والشارع في إيران؟ يعني بالنسبة للحراك الأوروبي، احنا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، أن الاتحاد الأوروبي بسبب صراعه مع الإدارة الأمريكية الحالية يريد مجابهة العقوبات الأمريكية أو إفساد مفعول العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني. فلا يمكن أن نتوقع أن الدنمارك أو الاتحاد الأوروبي بشكل عام سيذهب باتجاه فرض عقوبات على إيران. يمكن أن يفرض عقوبات على جزء من الحرس الثوري وليس على النظام أو على الاقتصاد الإيراني، لكن هذه المحاولات بشكل عام تعزز معنويات من يريد أن يحتج على النظام الإيراني، ويرون بأن الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر داعم للنظام الإيراني منذ عقود الآن أصبح في حالة ضعف، أقصد من الضعف أنه لا يستطيع أن يدعم حليفه أي نظام مداري طهران بشكل جيد كما كان يفعل سابقا. أشكرك جزيل الشكر الخبير في الشأن الإيراني محمد المذحجي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.